حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في موجز أخبار المعارف، والبداية مع العناوين. مركز التراث كربلاء ينظم دورة لتحقيق المخطوطات. تراث الجنوب يقيم ندوة حول جزائر ذي قار وبطائحها. شعبة الرعاية المعرفية سنعمل على مشروعين مهمين في سنة 2023. تراث الحلة في رحاب الكوفة المقدسة. منظومة الفراهيدي بين الأسس العلمية والأغراض الدلالية. ومن العناوين إلى التفاصيل، نظم مركز تراث كربلاء التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة دورة لتحقيق المخطوطات تحت مسمى دورة الزهراء البتول عليها السلام، وقد شارك فيها ثلة من طلبة العلوم الدينية في كربلاء المقدسة، وتضمن منهاجها دروسا تمهيدية ومبادئ أساسية في هذا المجال. أما مركز تراث الجنوب فقد أقام ندوة تراثية بعنوان جزائر ذي قار وبطائحها من العصر الإسلامي وحتى العصر الحديث، حاضر فيها الدكتور فاضل العبادي، وتطرق بسلاسة وشمولية إلى مواضيع تراثية تكاد تكون منسية، فتفاعل الحاضرون مع المعلومات المطروحة بقوة. وفي جانب آخر، أعلنت شعبة الرعاية المعرفية التابعة لقسم المعارف عن جزء من خطتها لسنة 2023، وقال مسؤولها الشيخ محمد الظالمي في تصريح خاص: سنعمل في هذه السنة على إكمال كتاب دفناء العتبات المقدسة بثلاثة أجزاء، كما سنعمل على إنجاز كتاب الذخيرة التراثية لمؤلفها حسن عريبي بثلاثين جزءا. وعلى صعيد مختلف، زار وفد من مركز تراث الحلة يترأسه مدير المركز الشيخ صادق الخويلدي الأمانة الخاصة لمسجد الكوفة المعظم، وتأتي هذه الزيارة ضمن سعي ودأب إدارة المركز للانفتاح على مختلف المؤسسات الدينية والثقافية والأكاديمية، وفتح أبواب التعاون معها وزيادة قنوات الاتصال، بما يعود بالنفع على أعمال المركز ومنجزاته، ويسهم في إحياء التراث الإسلامي وحفظه. وفي الختام، منظومة الفراهيدي بين الأسس العلمية والأغراض الدلالية، فقد صدر عن مركز تراث البصرة القسم الأول من كتاب تجليات نحو الدلالة في منظومة الخليل، وهو من تأليف الدكتور عامر السعد. هذا الكتاب يسلط الضوء على ما غرسه الخليل بن أحمد الفراهيدي في حقول اللغة، ونجد فيه متسعا بتوظيف عناصر لغوية وأدبية ودينية وتاريخية، مع تعريف بعدد من الأعلام. حتى ألتقيكم في موجز آخر، أترككم في أمان الله وحفظه.